أنا الحين دخلت مكان الرعب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. عارفة فيني بخاف، نقول بسم الله. ما تخوفني، ما تخوفني، أنت وش كانك؟ إذا تخافون أنتم خلاص ما يحتاج طلع. متعود 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 اسلوب جديد. وين بامرك؟ هذا ما ينفع حق الاطفال صراحه، يخافون. ها خلاص طلعت مغبون، ها حابسينك في رمضان.